أحسن الله إليكم. الأخ أبو أيوب يقول: يا شيخ، أنا أحس بأن إيماني ضعيف، فأي الأعمال الصالحة تقوي من إيمان العبد حتى يكون على درجة كبيرة من الإيمان بربه؟ كل الأعمال الصالحة تقوي الإيمان وتزيده، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد بالأعمال الصالحة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يعني الآيات القرآن، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فإذا آمنوا بها وعملوا بها زادتهم إيمانا. الصلاة تزيد في الإيمان فرضها ونفلها، الصدقات، الحج والعمرة، صلة الأرحام، كلها تزيد في الإيمان. كما أن المعاصي تنقص الإيمان، وكل ما عصيت الله نقص إيمانك، حتى ربما لا يبقى منه إلا مثقال حبة خردل. نعم، أحسن الله إليكم.